حط بالك من جزئين اثنين، بالاتايل ابونروسز وبالاتايل ماسلز، هنتعرض لهم حالا بالتفصيل في الشرح. البالاتايل ماسلز كان عددهم خمسه، تنسور بالاتاي، ليفيتور بالاتاي، بلاتو جلوسس، بلاتو فارينجياس، ماسكولاس يوفلي. خمس عضلات، اثنين جايين من فوق زي واحد رافع للاثنين، واثنين نازلين من تحت زي واحد فارد رجلي الاثنين، وعضله واحده في النص. اول عضله عندنا اللي اسمها التنسور بالاتاي. التنسور بالاتاي الاورجن بتاعها مكان الاثنين من الاسكافويد فوسا، ونفكركم بالاسكافويد فوسا اللي هي كان واحده من الدريفاتيفز اوف ذا ميديال تريجويد بليد اوف ذا تريجويد بروسيس. الجزء الثاني كان طالع من اللاترال سيرفيس اوف ذا اوستيكيان تيوب. التندون بتاع المصل هيمشي ويلف من حوالين التريجويد هاميلاس، ونفكركم بالتريجويد هاميلاس اللي هو كان البروجيكشن اللي طالع من اللور اند اوف ذا ميديال تريجويد بليد، وبيظهر مباشره بيهايند ذا ثيرد مولار توس. التندون بتاع المصل اول ما يعدي التريجويد هاميلاس يبقى يعمل وايد انسيرشن. هذا الوايد انسيرشن هو عباره عن وايد مش تندون، ابونروسيز يسموها بلاتاين ابونروسيز، هتمسك في البوستيريور بوردر اوف ذا هارد بلات الونج ذا ميدل لاين، وفي نفس الوقت يتصلوا التو ابينروسيز يتصلوا مع بعضهم. دي كانت العضله اللي اسمها تنسور بالاتاي. هنتعرض للنيرف سبلاي والاكشن بعد ذلك في مره واحده. العضله الثانيه اسمها ليفيتور بالاتاي. هتطلع الليفيتور بالاتاي من الايبكس اوف ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون، وتطلع من اللور سيرفيس اوف ذا اوستيكيان تيوب. من الملاحظ ان التو ماسلز التنسور بالاتاي والليفيتور بالاتاي طالعين من الاوستيكيان تيوب. الانسيرشن بتاع المصل هيحط في البالاتاين ابو نيوروسيس. طيب العضله اللي بعد كده اللي اسمها ماسكولاس يوفيلي، ده اليوفيلا، ده الميوكس ممبرين اللي يحيط ب عضله الماسكولاس يوفيلي. الماسكولاس يوفيلي هتطلع من البوستيريور نيزل سباين اللي موجود في الميدل لاين اوف ذا بوستيريور بوردر اوف ذا هارد بلت، وتحط الانسيرشن بتاعها في الميوكس ممبرين اوف ذا يوفيلا. احب اقول حاجه ان السوفت بلت بتتكون من ابونروسز ومجموعه ماسلز وكلهم انكلوزد في قلب ميوكس ممبرين. طيب العضلتين اللي بعد كده طالعين من اللور سيرفيس اوف ذا بلاتاين ابونروسز، ادي البلاتاين ابونروسز اللي هو الوايد اكسباندد انسيرشن اوف ذا تنسور بلاتاي. العضلتين بتوعنا بلاتو فارينجياس من ورا وبلاتو جلوسس من قدام. العضلتين طالعين منين؟ طالعين من البلاتاين ابونروسز. الانسيرشن بتاعهم البلاتو فارينجيا هتحط الانسيرشن بتاعها في الثايرويد كارتليج، بوصفه جزء من الاستراكشرز اللي بتدي اوريجن للمسلز اوف ذا فارينجز، فمن هنا اسمها بلاتو فارينجياس. العضله الثانيه اسمها بلاتو جلوسس اللي اخذت الاوريجن بتاعها من اللور سيرفيس اوف ذا بلاتاين ابونروسس، هتحط الانسيرشن بتاعها في السايد اوف ذا باك اوف ذا تانج، وده هنا التانج. التو ماسلز البلاتو جلوسس والبلاتو فارينجياس ار انكلوزد وذين ميوكوزال كفرنج، وبتحولوهم من ماسل الى فور. طيب ده كان الاستراكشر اوف ذا سوفت بلات. السوفت بلات العضلات بتاعته هتاخد النيرف سبلاي كلها من الاكسسوري نيرف اللي هو ال 11 كرينيال نيرف ما عدا عضله واحده بس هي التنسور بالاتاي اللي تاخد النيرف سبلاي من المانديبولر نيرف. ده بخصوص المسلز، ماذا بخصوص الميوكس ممبرين؟ احنا قلنا السوفت بلات عباره عن مسلز انكلوزد في قلب الميوكس ممبرين. الميوكس ممبرين اوف ذا سوفت بلات هياخد من مجموعه نيرفس طالعه من المجزلري نيرف والجلوسو فارينجيال نيرف. عن طريق مين؟ المجزلري نيرف يدي بعض البرانشز زي الجريتر بلاتاين واللونج سفينو بلاتاين والليسر بلاتاين. الجريتر بلاتاين واللونج سفينو بلاتاين والليسر بلاتاين دول من المجزلري نيرف، بس مش مباشره من المجزلري، دول من السفينو بلاتاين جانجلون اللي كانت اللي كان المجزلري نيرف بيغذيها ببري جانجلونيك سنسوري فايبرز، وايضا تاخد نيرف سبلاي من التونسلر برانش اوف ذا جلوسو فارينجيال نيرف. ده كان النيرف والبلاد سبلاي اوف ذا سوفت بلات. يبقى السوفت بلات مجموعه مسلز يبلغ عددها خمسه انكلوزد بداخل
بداخل شيت اوف ميوكس ممبرين. بالنسبه للاكشن، التنسور بلاطاي الاكشن بتاعها من اسمها تنسور بلاطاي، يعني بتعمل تنشن اوف ذا سوفت بلت، يعني بتعمل تايتننج للسوفت بلت. هذا التايتننج اوف سوفت بلت هيشدها ويخليها تعمل جود سيبريشن بين النيزوفارينكس والاوروفارينكس دورينج سوالوينج، ومن خلال اتصالها بالاستيكيان تيوب تكيب ات اوبن، تخلي دايما الاستيكيان او الادوتري تيوب مفتوحه. الليفيترو بلاتاي من اسمها هتعمل اليفيشن اوف ذا ستيف ذا سوفت بلت، فبالشكل ده هتعمل جود سيبريشن بين النيزوفارينكس والاوروفارينكس، وفي نفس الوقت من خلال اتصالها ايضا بالاستيكيان تيوب بتعمل على انها تظل اوبند. اما البلاتوجلوسس، البلاتوجلوسس مصل اللي ماسكه في التانج، فهنقولها مع المسلز اوف تانج انها بترفع التانج اب ووردز. طيب العضله بعد كده اسمها بلاتو فارينجياس مصل، فالاكشن بتاعها هتشد السيروت كارتريج، يعني هتشد اللارينجز ترفعها اب ووردز وتاثر الفارينجز، فبالتالي هتفيد في السكند فيز of deglutition. ده كان بخصوص